برعاية الدكتور بسام العموش، أقامت جمعية الحديث الشريف وأحياء التراث السبت حفل مسابقة جوامع الكلم للإبداع والتميز في مسرح كلية الخوارزمي. الدكتور بسام العموش تحدث عن صراع الهوية والأعداء الذين يريدون سلب الهوية الإسلامية للشباب، ودور الجمعيات الإسلامية كجمعية الحديث الشريف وأحياء التراث في صقل هذه الهوية بنهج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قبل مدة من الزمن كان في تركيا الأذان ممنوع باللغة العربية. سقط كمال أتاتورك وسقطت ألمانيته، وجاء رجل ينصر دين الله، عرفناه قبل أن يكون رئيسا، عرفناه شابا من أهل دور القرآن، عرفناه رئيسا لبلدية إسطنبول، وإذ بالحجاب والخمار يدخل الجامعة، ولا نستعجل لهم فقد ورثوا إرثا كبيرا من السلبيات، لكنهم ماضون. يوم زرته في بلدية إسطنبول اقترب مني وقال: أنا لا أحب هذه الصورة التي خلفي، صورة مصطفى كمال أتاتورك، وسأعمل على إزالتها ولكن ليس الآن. الدكتور عبد الكريم وريكات تحدث عن الإنجاز الذي حققته الجمعية في مسابقة حفظ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، والتي تميزت هذا العام بإنشاء فروع للجوائز، منها جائزة الإبداع لأفضل رسم يحاكي السنة النبوية، وجائزة الفيديو والبوستر الذي يدل على السنة النبوية. كما ترون وكما سترون بعد قليل أيضا في تكريم الفائزين، جائزة لأحسن رسم يحاكي ويجسد السنة النبوية، جائزة لأفضل فيديو مصمم في خدمة السنة النبوية، جائزة لأفضل بوستر يصمم في خدمة السنة النبوية، جائزة في المشاريع القيمية التي تقوم عليها مؤسسات من مدارس ومراكز قرآنية، وأي مؤسسة تقوم بمشروع خلال شهور أو فصل أو سنة من أجل تعزيز قيمة نبوية في نفوس أجيالنا وأبنائنا. الصراع على الأجيال، على الفكر، على العقل، على التربية، على القيم. أرادت جمعية الحديث الشريف، وانطلاقا من توصيات مؤتمرها السابق الذي كان بعنوان تعزيز القيم النبوية، المنهج النبوي في تعزيز القيم النبوية، لا نريد أن نتكلم عن الصدق فقط، ولكن نريد أن نجد من الوسائل والآليات لتعزيز هذه القيمة في نفوس أبنائنا وأجيالنا. وتخلل الحفل خطابات دينية للمتسابقين وأناشيد وسرد من الأحاديث النبوية الشريفة، وكرم راعي الحفل الداعمين لجمعية الحديث الشريف والفائزين. حازم السردي، الحقيقة الدولية.